موريا العراقي كان قد تأسس عام 1995، ومنذ ذلك الوقت قدم الحزب كوكبة من الشهداء حفظت وحدة العراق. والله هي فرحة كبيرة جدا أن الجهود اللي بذلت، الجهود المضنية إن صح التعبير، اللي بذلت من قبل كل الإخوان بالأمانة العامة وجماهير حزب التجمع الجمهوري لغرض إنجاز عملية تسجيل الحزب وإعطاء الإجازة، فهي فرحة كبيرة جدا. واليوم حقيقة هو فقط استقبال للمهنئين، أصروا كثير من الأخوة الآن يقدمون التهنئة إلى الحزب وقيادة الحزب، وأيضا التهنئة للأستاذ سعد عاصم الجنابي رئيس حزب التجمع الجمهوري بهذه المناسبة الكبيرة بالنسبة لنا، حقيقة كبيرة جدا، حتى يأخذ الحزب دوره في عملية الإصلاح والتغيير وبناء دولة المواطنة إن شاء الله. أحب أقول أنه دعوة لكل الخيرين والوطنيين الشرفاء أنه لا يساهموا في عملية إيذاء العراق أكثر من مما مضى. كل القوى السياسية الموجودة الآن بالمشهد السياسي تتحمل مسؤولية مباشرة فيما وصل إلى العراق والمواطن العراقي. ألحقوا الضرر الكبير جدا بكل ما يتعلق بالوطن والمواطن على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحتى على المستوى الأخلاقي. استحقاق العراق الرفعة والمجد والعزة والسؤدد والسيادة المطلقة الكاملة، واستحقاق المواطن العراقي الكرامة، أن يكون يعيش حرا كريما في بلده، تصان حقوقه لا تنتهك، وأن تستثمر كل ثروات هذا البلد من أجل إقامة تنمية اقتصادية حقيقية تضمن مستقبل الأجيال وتؤدي إلى تحقيق الازدهار. اليوم هو اليوم إن شاء الله يوم مبارك، مناسبة تأسيس هذا الحزب المبارك إن شاء الله، حزب التجمع الجمهوري العراقي، وباسمي وباسم جماهير محافظة واسط نزف أحلى التهاني والتبريكات للأستاذ عاصم الجنابي مؤسس الحزب. حزب التجمع الجمهوري العراقي غني عن التعريف، خلق هذا الحزب وبجهود فردية من الأستاذ سعد عاصم الجنابي لانتشال هذا الشعب، لانتشال المواطن البائس، المواطن التعبان، المجتمع هذا اللي تفشى الفساد من قبل السياسيين. وندعي من الله ورسوله انه هذا الحزب ينتهض ضد الفساد بجهود الخيرين والطيبين من كل أمانة الحزب وكل جماهير الحزب. كل هذه الناس اللي اجت حضرتي هي مهنئة للتجمع الجمهوري العراقي بمناسبة إصدار إجازة تأسيس هذا التجمع، وإن شاء الله هذا التجمع هو بادرة خير، أو نقدر نقول فد إشراقة ناصعة بيضة بحياة الشعب العراقي، لأنه كل اللي يشتغل وكل اللي قدموا الأحزاب كان بيليك، وخصوصا الفساد الإداري، وخصوصا اللي مر علينا سنين من 2003 لحد هسه. التجمع الجمهوري العراقي تجمع وطني، تجمع بجميع أطياف الشعب العراقي، تجمع يرفض الطائفية، يرفض التجزئة، يرفض الأقاليم، يرفض العنصرية والتطرف، تجمع يحب العراق وهو أصلا كله للعراق. وكل الناس اللي يشوفها هسه حاضرة بالتجمع بها من مختلف أطياف الشعب العراقي كلها اجت مهنئة للتجمع الجمهوري العراقي، وعلى رأسهم الأستاذ سعد عاصم الجنابي، هذه الشخصية الوطنية الشفافة اللي لا غبار عليها. إنسان يشتغل في حر ماله، ما دنس ماله بمال السياسي، ولا أخذ من نفط العراق، ولا أخذ أي شيء من شيء ملك الشعب العراقي. فإن الشرف أن يكون إحنا ناس عاملين مع سعد عاصم الجنابي في التجمع الجمهوري. وبصفتي عراقية أقول أنه هنيئا للشعب العراقي بالتجمع الجمهوري العراقي في هذا اليوم المبارك. لا يسعنا إلا أن نقدم التهنئة للأستاذ سعد عاصم الجنابي رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي
والأستاذ حاتم محمود حطاب الأمين العام للحزب بمناسبة صدور إجازة التأسيس. وهذه صدور هاي الإجازة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات راح تنطينا الدعم الكبير والثقة العالية للوصول إلى كل جماهيرنا في هذا صعيد محافظة بابل بالنسبة لنا كمحافظة بابل. ولذلك هذا الاجتماع هو اتكرس بهاي الاحتفالية، وراح نكون عند حسن ظن جماهيرنا في محافظة بابل خاصة وفي كل محافظات العراق على صعيد الأمانة العامة وعلى صعيد الأخوان في التجمع الجمهوري العراقي، ومن الله التوفيق. حضر اليوم إلى مقر الحزب التجمع الجمهوري عدد كبير من الضيوف، مهنئين الحزب وقادة الحزب وزعيم الحزب الأستاذ سعد عاصم الجنابي ولا أمان العامة بمناسبة الحصول على إجازة تأسيس الحزب، واللي راح نباشر من هذا اليوم إن شاء الله منذ استلام إجازة تأسيس الحزب من مفوضية عام الانتخابات راح نباشر بنشر قاعدة وتوسيع قاعدة الحزب، وراح ننتشر على كل الجبهات والمناطق سواء كان في مركز بغداد أو في مكان حزام بغداد. ومثل ما لاحظتوا وصل عدد ضيوف من محافظات العراق كافة، من محافظة البصرة ومن محافظة بابل ومن محافظة الديالة ومن محافظة كركوك. دول اليوم كلهم جو مستبشرين بالحصول على إجازة حزب التجمع الجمهوري، وإحنا سعيدين بهاللقاءات. وتم طرح ومناقشة معظم الأمور تخص الساحة العراقية في الوقت الراهن، لكون العراق يمر الآن بظروف صعبة وظروف حرجة، لذلك تطلب من كل العراقيين الوطنيين الذين يرفضون موضوع المحاصصة ويرفضون موضوع الطائفية ويرفضون موضوع الكتل والمكونات العراقية. العراق مكون واحد، هو الوطن من شماله إلى جنوبه وطن موحد، وهي احنا موضوعنا، وهي النقاط اللي ما يمكن نتناقش عليها ولا نتفاوض عليها. العراق وطن واحد، العراق ذو طيف واحد، موجود به عدة مذاهب ممكن وجود به عدة قوميات ممكن، بس يبقى عراق الهوية العراقية، الهوية العراق تبقى هوية عراقية. واحنا نرفض كل وسائل الخبيثة اللي تستخدم من قبل الكيانات السياسية الأخرى اللي ركبت على موضوع المحاصصة ووصلت إلى سدة الحكم، وصلت إلى ما يردون إلى اللي أوصلوا العراق إلى ما وصل إليه الآن من مجاعات، من سوء الخدمات، من ظروف التعس الذي يعيش الشعب العراقي، من نسبة الفقر اللي وصلت إلى 40% تفشت بأبناء الشعب العراقي، من الفساد المستشري. احنا جينا ضد هذه السلبيات اللي عاش العراقيين من 2003 إلى هذا اليوم، وإن شاء الله راح نكون إحنا البديل، راح نطرح مشروعنا مشروع البديل للكيانات السياسية التي عاثت بالعراق فسادا ووصلت الشعب العراقي وظروف العراق إلى ما نحن عليه الآن. وإن شاء الله متوقعين من خلال الجهود المضنية ومن خلال استقبال المواطنين لفكرة تأسيس الأحزاب الجديدة اللي ما تلوثت أيديها بالمال العام ولا سرقت من المال العام ولا نهبوا من المال العام، إن شاء الله هاي الأحزاب لها مستقبل. وإحنا أيضا عندنا ارتباطات، بدينا نتحرك على قسم الكيانات وخاصة الإخوان بالتيار المدني الديمقراطي، إن وياهم تواصل حاليا، وإن شاء الله نتوصل إلى صيغة جديدة نستقبل بها انتخابات المقبلة.